ما بدي هالحلقة ولا بدي أعمل حلقات بقى. إذا عم بتقول الكلب أحسن مني وأحسن مني بتقول أحسن مني لو الكلب هو إنسان أنت ما بدك تتسمع علينا ولو هيدي الإيميلات كلها كرمال شو؟ ما أنت بعتي لي إيميل وقعدتي حكيتيني. أوكي احملوا الأغراض احملوا الأغراض على ما يبدو. ما بدك حكيني ولا أحكيكي سي حنسامحي. وطي صوتك لأنه عيب هالحكي عيب. خليني أعطيني كاميرتي شوي أعطيني كاميرتي. هي بتقول إنه الحمار أفهم منا واليوم الحمار له أدلة كتير كبيرة. اليوم ما في أمومة ما قبت تجاوب علي. الأطباء اليوم بتقول هي ضحية جهل. هي بتقول إنه هي قليلة أدب ونحن قليلين أدب ومن قلة الأدب بنتعلم. ما قبلت تجاوب وهي بتقول ما بعرف هيدي الكلمة إذا بعد في حدا بيقدر يقولها. خلص وعدتك. خلص أنا وعدتك. تفضلي تفضلي حقعد. ما بدي غير كاميرا وحدة تكون موجودة. تفضلي. أنا قعدت يا حو بكل تهذيبة. ما بعرف شو بدي أعمل معها بعد لهلا صراحة. ما عم بقدر أعرف. مريم نور هو مش اسمك الحقيقي. اسمك الحقيقي شو مريم؟ ردي علي مرة وحدة قليلة. مريم عيب في حقك. لا اللي صوت